كرامة المؤسسات الوطنية كلهم راحوا بحكومة النائب النفس، صارت حكومة نهب الموارد. من يستمع للنائب ميشيل عون يظن أنه زعيم المعارضة، وأنه ليس ممثلا لوحده بعشرة وزراء، أي ما يعادل ثلث الحكومة، وهي نسبة لم يسبق لأي حزب أن حصل عليها منذ الاستقلال. وانطلاقا مما قاله عون، فإن الحكومة تحولت إلى حكومات، وإن بمايسترو واحد متمثل بحزب الله. هذا المايسترو يحمي وزير الخارجية عدنان منصور، الذي يبدو أنه أيضا فتح حكومة على حسابه، متجاوزا رئيسه نجيب ميقاتي، وطبعا رئيس الجمهورية ميشيل سليمان. بهذه الحكومة جمعت هذه التناقضات حتى تكون دعم للنظام في سوريا، وهناك مايسترو يمنع انفكاك هذه الحكومة رغم كل الإرباكات فيما بينهم، ورغم أن البعض عم يهاجم البعض الآخر وكأنه ليس في الحكومة. التيار الوطني الحر لا يملك مشروع سياسي أصلا للبلد، وإنما وجوده قائم على إيجاد أعداء وهميين للساحة المسيحية حتى يكسب شعبية بين يدي انتخابات. واليوم العدو أصبح الحكومة الذي هو عضو فيها، وأن الفساد المتمثل بهذه الحكومة اللي هو عنده عشر وزراء فيها أصبح الآن هو شعار حملته الانتخابية القادمة. أنا أعتقد هذا يدل على فراغ. الرئيس سليمان عبر عن استهجانه لمواقف منصور التي تكلف البلد غال جدا وتؤثر سلبا على اللبنانيين في الخارج. أما منصور فيبدو أنه في عالم آخر. الوزير منصور عم يلعب الدور المرسوم له منذ تأسيس هذه الحكومة، هو كل همه أن يرضي من جاء به وزيرا للخارجية، يعني النظام في سوريا ومن يضع يده على البلد خدمة لهذا النظام. المسألة الثانية الحقيقة، المشكلة أنا في رأيي اليوم ما عادت عند وزير الخارجية، المشكلة اليوم صارت عند رئيس الحكومة. رئيس الحكومة لا يكفي أن يصدر بيانات استنكار وكأنه أي مواطن عادي أو أي نائب عادي عن أداء وزير الخارجية، ينبغي أن يأخذ المبادرة، إما أن تكون سياسة النائب النفسية فعلا سياسة الحكومة. الأمر الثاني أن يكف يد وزير الخارجية عن تمثيل لبنان بالخارج حتى يعلن التزامه بقرارات الحكومة. إذا لم يكن قادر رئيس الحكومة على هذين الأمرين، الأولى بمعنى أن يغادر موقعه كرئيس الحكومة حفاظا على كرامته وعلى كرامة الموقع. المثير للعجب أن الحكومة حتى الساعة باقية، وذلك على الرغم من انتقاد الرئيس ميقاتي لها، وعلى الرغم من شن عون هجوما عليها وإطلاق الرئيس نبيه بري سهامه باتجاهها.